الاحمر بيخترق السله وعطير ما شفنا تروح على الفلوب شوت فادي هذا الخطيب بمرر لبرا عند دوين مستوى حلوة كثير من قطر ماجوك فادي بيعمل موف فادي الخطيب كمان وقطر ماجوك بيحسم فادي الخطيب بمرر لقطر ماجوك بيستعمل سرعته دوين بمرر لقطر ماجوك وقطر بسهولة فلو كثير جاد وقطر ماجوك بيكمل بسجل قطر فادي بيخترق بايده الشمال ما بيسجل قطر ماجوك قطر بيسجل نقطة 20 وعم يعمل دبل دبل